بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السادة أصحاب المعالي والفخامة قيادات الدول العربية ورؤساء الوفود، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، سادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي مخاطبة جمعكم الكريم في هذا البلد العزيز الذي ارتبط اسمه بالتضحية الوطنية فعرف بأرض المليون شهيد، فالمجد والخلود لشهداء الجزائر وشهداء الأمة العربية في كل مكان. تحية للشعب الجزائري وقيادته بمناسبة ذكرى أول نوفمبر تاريخ انطلاق الثورة الجزائرية المجيدة، والتي تتزامن مع التئام هذه القمة في دورتها 31. سادة والسيدات، جميعنا يعلم الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة العربية ممثلة في أمينها العام معالي الأخ أحمد أبو الغيط، وحكومة الجزائر ممثلة في فخامة الأخ الرئيس عبد المجيد تبون لإنجاح هذه القمة، والتي تنعقد في ظروف إقليمية ودولية معقدة. الأمر الذي يضع هذه القمة أمام تحدي الوصول إلى معادلة توازن بين تطلعات أمتنا وبين مواجهة تعقيدات الواقع الإقليمي والدولي. الحضور الكريم، لقد أظهرت المتغيرات الدولية والتغلبات المناخية الكثير من مظاهر الأزمات، وفي مقدمتها أزمة الغذاء العالمي، فالأمة العربية تنتظر منا الفعل الناجز والتخطيط العلمي والتنفيذ الملتزم بالروح القومية وفق منهج العمل الجماعي الذي يراعي ضرورات مصلحة الأمة تجاوز هذه الأزمات. إننا في السودان نؤكد جاهزيتنا لتحقيق الشعار القديم المتجدد ليكون السودان بالفعل سلة غذاء العالم، وبهذا الالتزام المعلن فإن نداء السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي يظل مفتوحاً للحكومات العربية وقطاع الأعمال العربي على السواء. ومن جانبنا فقد شرعنا بالفعل في تنفيذ هذا المشروع وفق إمكانياتنا القطرية المحدودة، ونأمل أن تتبنى هذه القمة قرارات تحث منظمات الجامعة العربية والدول والحكومات العربية لدعم مشروع الاكتفاء الذاتي لأمتنا العربية من الحبوب والغذاء بأعجل ما تيسر. سيد الرئيس، يعلم الجميع أن السودان يمر بمرحلة انتقالية استثنائية في تاريخه تقتضي أن يعمل الأشقاء كافة مع القوى الوطنية السودانية لإنجاز مهام الفترة الانتقالية والعمل على ترسيخ دعائم السلام والاستقرار والتنمية، كما نأمل أن تتخذ قمتكم الواقرة قرارات من شأنها دعم وحدة وسيادة واستقلال السودان. ومن جانبنا نؤكد التزامنا الكامل بتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني ودعم المبادرات المطروحة من القوى السياسية والمجتمعية وتشجيع الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف، والجهود الأخرى التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء، آملين أن يؤدي كل ذلك إلى وفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة
من الكفاءات المدنية مقبولة محلياً وإقليمياً ودولياً، تدير مؤسسات الدولة وتهيئ البلاد لانتخابات حرة وشفافة ونزيهة بانتهاء الفترة الانتقالية. سيد الرئيس، حضور الكريم، لقد شكل السلام أولوية ملحة للثورة الشعبية في بلادي، وأثمرت جهودنا في ذلك التوقيع على اتفاق جبل السلام في أكتوبر من العام 2020، والذي أسهم إلى حد كبير في إنهاء النزاع المسلح في دارفور. إلا أن هذا الاتفاق يواجه تحديات كبيرة نعمل على تجاوزها بإرادة صادقة من قبل الدولة وأطراف السلام. ولتعزيز هذه الإرادة المشتركة، ندعو هذه القمة والمانحين من الأشقاء والأصدقاء إلى دعم تنفيذ الاتفاقية ليعم السلام ربوع بلادنا. ولا يفوتني هنا أن أثمن بكل تقدير جهود ودعم الأشقاء والأصدقاء والمانحين الذين وقفوا مع بلادي في محنة الفيضانات والسيول التي ضربت بلادنا في الفترة الأخيرة، فلهم منا الشكر والتقدير والثناء. سيد الرئيس، الحضور الكرام، رغم التحديات الوطنية التي تعمل بلادنا على تجاوزها، ظل السودان يلعب دورا إيجابيا داعما للسلام والاستقرار والتنمية في الوطن العربي من خلال دوره الإقليمي الفعال ومن خلال ترأسه الحالي لمنظمة الإيجاد. ظل يقوم بدوره في دعم الاستقرار في كل من جمهورية جنوب السودان الشقيقة وجهود السلام في جمهورية الصومال، كما ينشط السودان كذلك في مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة والإتجار بالبشر في منطقة الساحل والصحراء وفي منطقة البحر الأحمر. والتزاماً بمبادئ العمل المشترك، يثمن السودان التواصل مع الأطراف الليبية المعنية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الجارة الشقيقة ليبيا، وصولاً إلى قاعدة دستورية تعيد الأوضاع إلى طبيعتها. ونعمل أيضاً بجانب إخوتنا الأشقاء الليبيين في هذا الصدد مع دول الجوار الليبي لتقليل حدة التوترات المسلحة في المنطقة. سادة الحضور جميعاً، جدد السودان موقفه الثابت المبدئي إزاء القضية الفلسطينية بضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 6 يونيو 1967. وفي هذا الصدد، فإننا نثمن المبادرة الجزائرية لتوحيد الفصائل الفلسطينية وما خرجت به من تفاهمات، كما سيظل السودان سنداً للحكومة الشرعية في اليمن، ويدعو كافة الأطراف لاستئناف الحوار من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تحفظ البلاد وتحقن الدماء، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل. سيد الرئيس، أود الإشادة بمبادرتكم الكريمة لمنتدى تواصل الأجيال. هذه الرعاية التي تأمن لمجتمعاتنا المحلية التواصل، ويؤكد السودان دعمه لإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني تحت إشراف الجامعة العربية، كما ندعم الأفكار والإسهامات التي تفضلتم بطرحها من أجل ترقية عمل الجامعة العربية وتفعيل مؤسساتها ومنظماتها بالعمل العربي المشترك. سيدي الرئيس، أسمحوا لي في ختام حديثي أن أجدد لكم شخصياً
خالص الشكر والتقدير لما بذلتموه من جهد مقدر لإخراج هذه القمة بهذا التنسيق والتنظيم الدقيق. كما نشكر لكم كرم الضيافة والحفاوة الأخوية الصادقة. ويمتد شكرنا للأخ السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية وكل الطاقم العامل بالجامعة على إنجازهم لأعمال هذه القمة بكفاءة وهمة عالية، واثقين من حسن متابعتهم للمخرجات الهامة لهذه القمة ووضعها موضع التنفيذ. في الختام شكرنا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.